هي أول مرة منروح على البحر من 4 سنين. حصد فيلم مولود في سوريا الذي يحكي مأساة اللاجئين الذين يتجهون إلى أوروبا بحثاً عن مأوى جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان بلاتينو للسينما الإبرو أمريكية الذي يقام في العاصمة الإسبانية مدريد. الجائزة تلقي الضوء على الأشخاص الذين يهربون من ولايات الحرب في سوريا واليمن وجنوب السودان ويتركون وراءهم كل شيء هاباً من دوي أصوات القنابل وتهديد الإرهاب. تصدر فيلم الحركة والخيال العلمي الجديد War for the Planet of the Apes إيرادات السينما الأمريكية محققاً 56.5 مليون دولار. الفيلم من بطولة أندي سيركيس، وودي هاريلسون، جودي جراير ومن إخراج مات ريفيز. تستعد شركة نتفليكس لطرح النسخة الأمريكية من الفيلم الياباني الخاص بالمانجا الشهيرة ديد نوت أو مذكرة الموت في أوت 2017. والفكرة الأساسية التي تدور حولها المانجا نظير الياباني للكوميكس الأمريكي تتمحور حول شخصية لايت ياغامي الطالب في المدرسة الثانوية الذي يجد في أحد الأيام مذكرة الموت ملقاة في فناء مدرسته مكتوبا عليها قواعد استخدامها فيقرر تجربتها من باب الفضول فيكتشف أن نتائجها حقيقية وأنها مملوكة في الأصل للشينيغامي إله موت في الثقافة اليابانية واسمه ريوك.